وزير رمضان بطوطة مخرج عقيدة مسافة وزير ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة شهر كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا الأجمل الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلحك وشافك رمضان كريم يا فوق رمضان كريم الله أكرم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير تيجي لام تيجي لام تيجي لام تيجي 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 لام وفزورة النهاردة عن شيء معلوم تاريخ وجغرافيا وعلوم وهي من فوازير فطوطة المعلومات العامة اللي عرضها التلفزيون في رمضان سنة 1984 وشاركت سحر رامي في بطولتها مع سمير غانم مرة تعمل دور نعناعة ومرة تعمل دور كتكوتة ولا كتكوتة وحصل تناغم كبير في الفوازير بينها وبين فطوطة وسبورة واللي رشح سحر رامي للفوازير مصمم الاستعراضات حسن عفيفي لرشاقتها وشطرتها في الباليه والرقص ده غير موهبتها في التمثيل والحلقات كانت من تأليف عبد الرحمن شوقي والألحان للموسيقار عمار الشريعي والإخراج طبعاً لفهمي عبد الحميد ودي كانت آخر فوازير لفطوطة في التلفزيون وتعالوا نشوف الفزورة في ظل شجرة الحرية داخل بستان المدنية فاتح كتاب البشرية واللي بتشوفه عينيا بسجله هنا بإيديا في قصة حضارة الإنسان نزلنا فوق الدنيا ندب 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 ومعنا عقل وقلب لقينا غابة وحشية أنياب ضوافر محشية صممنا نبني المدنية نتعب ومالو لينا رب لينا رب البرق يزعق ويدر بك در بك در بك والمطرة ترخي والدرقي البرق يزعق ويدربك دربك دربك والمطرة ترخي والدرقي وهدومنا ايه ورق التوت وبيوتنا ايه كهف صغنطوط وكل ثانية نواجه الموت لكن يا أرض على قلبي نزلنا فوق الدنيا ندب 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 ومعنا عقل وقلب وحب نزلنا فوق الدنيا ندب 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 ومعنا عقل وقلب وحب عاوز ياكلنا حضرته انا خدته بشومة خلقيته عملت جيب مليت ومليت نزلنا ندب طلعنا ندب نزلنا ندب طلعنا ندب نزلنا ندب طلعنا ندب طلعت ادب لقيت حجر دبيته بالشومة انكسر
عملت فاس وسكينة وبلطة حمية ومدينة ومشاط وعقود للزينة وخطبت بنت. أنا شخصيا خطبت بنت زي القمر. نزلنا ندب طلعنا ندب نزلنا ندب طلعنا ندب نزلنا ندب طلعنا ندب. عملت سيف وعملت روس وعملت بلطة وبرضك قوس وفتحت باب الحرية على الحضارة المصرية وعرفت معنى المدنية والأسرة والدولة والفلوس. هذا ما كان من أمر الناس في العصر الحجري وعصر النحاس، وقد وجدوا التجارة والطمأنينة في عصر الملك العظيم مينا. ودمتم. مينا 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 ايه؟ العلم قال ان المينا لدنيا مأمونة امينة. في الوحدة الوحدة والدولة الوحدة اهداف متحدة وروابط أسرية متينة وطبعا الأخلاق زينة. مينا مينا مينا. إخناتون ونظرة إلى الكون. إخناتون 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 إخناتون. بشر منذ الخليقة باحثين عن الحقيقة والحقيقة شيء بسيط عرفتها من دقيقة. خالق الكون والوجود في كل الكون موجود هو المدد واحد أحد قادر خالق باسط الرزق هو المشيئة. السلام عليكم يلي هنا. الله، يا شغلانة بقى سي فطوطة. يا سعادة قلبي، أنا بقولي بقى عاوزيني إن تنقل شوية ونسمع طرب ومغنى، عصر بقى يكون فيه شوية نعناشة. هارون الرشيد. يا هارون يا رشيد أيامك عيد. يا هارون يا رشيد أيامك عيد. نهضة وتجديد والخير بيزيد جانا في مواعيده. يا هارون يا رشيد أيام.
مواعيده علماء وشعراء أمراء ووزراء علماء وشعراء أمراء ووزراء ولا فيش فقرا الكل بيقرا ويقول الشعر ويجيده والساعة جانا في مواعيده يا موصلي ما تبصلي يا موصلي ما تبصلي دندن وقسم وانجلي دندن وقسم وانجلي يا موصلي ما ليلة كلها لي يم العيون الدبالي يخلي حزنك ويزيد والساعة جانا في مواعيده إلى مؤاخذة يا حضرات هما مالهم واقفين متيسين كده يكونوا روحوا ودول مش هما إلى مؤاخذة يا حضرات ما حدش فيكم شاف نعناعة ها؟ يا أستاذ إيه القرد اللي دخل ده؟ اقطعوا راسه راسي مين يا أستاذ؟ وأنا فيا راس خالص علشان تتقطع؟ استنى يا جدع يا رب يليوي بس عرفتيها أيوة كشفتها طب قوليها صندوق تسجيلي اقول له احكي لي ويقول كان ويا مكان ويحكي حكايات الزمان وهي طبعا مش تأليفه وعمره ما يقول حاجة على كيفه ده بيحكي قصة الانسان كاتب جلسة لم ينام فتح محضر للأيام يكتب فيه بكل أمانة درس الأمس تمام؟ برافو يا كاتيكوتا وانت هايلي يا جدو ده انت كده دخلتي إلي إشي من أوسع أبوابه وحس إننا وصلنا إلى حصان لفرس آني لأواني يا كباس يا عيب إلي شوم تيجي لام تيجي لام تيجي 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 لام تيجي لام تيجي لام تيجي لام ما تاكلينش ليه؟ نتعرف درس اليوم عن ايه؟ قولهولي في لحظة من فضلك درس اليوم كان حاجة مهمة تعرفها خاصة بالعامة طب اسمها ايه؟ هو انا خمام اتمشى بقى فرنجة احسن لك لا على مهلك يا تفهمني يا تديني عقلك اسكت على عقلي واللي نابو ادي كل حبيبي تهنابو لا رجع من يومها
ولا جابه رحت اسال عنه بأدواء فين عقلي قال لي بأساوة مش كلتي بعقلك حلاوة 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 وتمشى بقى فرنجي انظر حقولك عدى قدامنا هدى قدامنا هدى من غير كلام اتواعي رد السلام وراح قاعي والحل ايه الله ما تهدى طيب وبكرة راح نيجي بكرة وهلما جرى وعلى فكرة كل يوم من ده كل يوم من ده جرالنا الحل يا ابو خالو يا ابو خالو يا ابو خالو بيقول لك شيل القش شيل القش انشيله وتحط الاسم بداله الاسم بداله بداله هتلاقي الحل ماشي ولسانك فورا قالو كلام ساعدنا بلقياكم وكمان تكلم ونلقاكم على خير وسلام ومحبة ونشوف مصر كده ولا أوروبا تبقى أم الدنيا لكن شتى وغدا تكلم ونلقاكم وغدا تكلم ونلقاكم وغدا تكلم Tiki-lam, 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 tiki-lam.